بيان شباب قبيلة المغاربة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نعلن نحن شباب قبيلة المغاربة المجتمعون في 20 من شهر سبتمبر بمدينة جدابية عاصمة الهلال النفطي والدائرة الرابعة، نظرا لما نتابعه من تطورات المشهد السياسي في ليبيا وما آلت إليه الأوضاع وأضرارها على المواطنين البسطاء، فإننا نعلن ما يلي: 1- تأييدنا الكامل لمسار البعثة الأممية والحوار الذي انطلق في جنيف والذي جمع الأطراف الليبية الفعالة للخروج بتسوية سياسية تحقق الاستقرار والسلام في ليبيا، ونؤكد بأنه لا مخرج من الأزمة إلا بالحوار والتفاهم، وقد سئمنا الحرب التي ندفع ضريبتها باستمرار. 2- نرفض كل ادعاءات التخوين التي تطال المنخرطين في الحوار الأممي من أطراف لا تعرف إلا لغة الموت والقتل وتنفيذا لأجندات خارجية لا تريد الاستقرار لليبيا. 3- رفضنا لمن يتحدث باسم برقة للمساومة السياسية من أمثال المدعو العارف النايض والمدعو عبد المجيد مليقطة، ونؤكد بأن الحوار يجب أن يكون مع الفاعلين على الأرض وليس مع من يعمل من أجل صفقات سياسية لتقاسم ونهب ثروات البلد. 4- إن ليبيا تسع الجميع ولا مكان فيها للإرهاب أو الميليشيات، مؤكدين ضرورة المضي في المسار الديمقراطي المدني. وعاشت ليبيا حرة أبية. حرر يوم الأحد 2 صفر 1442 هجري الموافق 20 سبتمبر 2020، والله الموفق وبه المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.